والبنية تخشات يا خوتي زرميطة لهنايا قال لي شنو زرميطة عاوتاني؟ أنا أول مرة كنسمع شي سمية سميتها زرميطة. شنو هي زرميطة عاوتاني؟ تعطيك قبيلة الماء باش تخرج لك تخشات يا خوتي من مرتب هذا التخشات من مرتب هذا التخشات تخشات يا خوتي من مرتب هذا زرميطه دابا ما فهمتش شنو هي الزرميطه هادي وسما ديك الزرميطه هي ديك بوبريس واقيلا ياك على حتى هما عندهم بوبريس اللي في برا صورتونا مجرتلين الله يهدينا ويهديكم وسمحوا لينا انتم اللي بغيتوا تشوفونا مبهدلين ما خليتيناش مصبحتي لاصقه فينا ما خليتيش تلبسوا حتى قميجه ما خليتينا نتغداو ما خليتينا نتغداو في خاطرنا نديروا لا سياس في خاطرنا ما خليتونا نديروا لا سيدي ومعنا الاستجواب هكا مشروطين وتبان في الاخر يقول لك اش هاد الممثلين هادو اش هاد الجوج هادو اش هاد الجوج هادو وهزنت هادي وديرها تيتر اش هاد الممثلين ديال الويل ديرها تيتر تي فين ما يدار سير على الله احسن كوبل في المغرب ومال شوفوا البنات قسما بالله شتي هاد الولد هذا والله ما كانش شي شوار لا نعس يلا الخالد شتي هاد الولد يا صاحبي عرفتي كيغوت بحال كتقرصيه حتى كنديرو شي شوار ناري جيت كنهضر حداه والله العظيم الا هذه خاصه الحبس وحق الله واش هي التراكس واقيلا باينه هي المفصله ديال التراكس هادي ها هي يلاه حتى هي منها مصالطه هذا شكون هو زعما عريس هذا شكون جلسي هضر عاود قولي اليوم فرحانه حتى شي شابه في الحبس فرحانه لا 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 حسنا قوتي الا بالله العلي العظيم عادي والله يتخص الحبس بالله احتفلوا يا كاريتاش خصنا نديرو الطارطه علاش لان تعدى لي على بنتي خلاها يتيمه ما ديتيش حتى من عند دير لي الطارطه صافي حددت لي الصورة صافي دابا كنطلب الحق ديالي من ديك الولد اللي تعدى عليا ودابا راه مشبره وكنشكر العدالة وكنبغي وكنطلب من السلطات يتعاقب ديك الولد راه باقا النفسية ديالي مريضة وما كنعسش وباقا كن بقى ما كنقدر لا نخرج لا حتى حاجه بقى مهدده كيهددوني كيقولوا اذا خرج شي عي خسروا لي وجهي ماشي هذه ديرها في شكل وهذه في شكل ماشي انا اخويا يونس ضحك عليا واحد السيد كنت كنعرفو مشى وخلاني حامله بهاد البنيته ودابا بنتي في عمرها عام وعايشه غير انا ويا بوحدنا ما عندنا حتى شي واحد من غير الله سبحانه وتعالى واخا واش كنتو دايرين علاقه غير شرعيه كنا دايرين علاقه غير شرعيه درت فيه الثقه ولكن هو غدرني غدرك ما تحملش مسؤوليته ولقيت اللي انا حملت منه انا هذيك الساعه حامله بثلاثه سيمانات قلتها لي صافي هو يدير لي البلوك في مواقع التواصل الاجتماعي صافي ومن تما هو مختفي ما كنعرف عليه حتى شي حاجه حد الان سبب لك مشاكل مع والديك سبب لي بزاف ديال المشاكل ودابا انا حاليا ما عنديش باش نصرف لا انا لا بنتي ما عندي حيت انا بنتي انا اللي مقابلاها يعني باقا بيبي كترضع في عمرها دابا عام يعني انا تقاتلت وطحت ونط ولكن دابا ما عنديش مدخول باش نعيش واش ماشي حشومه على هذا السيد هذا حشومه عليه هذه كما كان الحال كتبقى بنت وكتبقى كبتو طرف منه واش انت غلطتي معاه وانت بنت لا بصراحه لا كانت بيناتنا علاقه ولكن انا المشكل ما كانش خاصو يحمل ما كانش خاصني نحمل يعني ما كانش خاصو حتى هو يعني حتى هذا الخطا ديالنا بجوج 50% 50% ولكن انا اللي تحملت المسؤوليه كامله ياك ما قلتيش لي بان راه عندك بنيته قلت لي انني حامله انا ديك الساعه باقا ما عرفتش الجنس ديال المولود ديالي قلت لي انا راني حامله في ثلاثه سيمانات دير معايا شي حل شنو غنديروا دابا في هذا المشكل بدا كيقول لي حيديه شويه خاف من بعد دار لي البلوك واختفى لا بغا شي وحده اللي درت مع شي واحد شي غيبه ولا شي حاجه كتقول لك ضحك عليا انت مشيتي فرحانه ودخلتي برجلك وكتقول لي ضحك عليا وجا كتقول ابو وجه احمر وحالتي انا بعدا كنغني خديجة قبلتي انا
اللي بغيتو نديرو وانايا انا اللي بغيتو نديرو وانا نتسنى به هولندا واللي بغيتو نديرو عائلة محترمة جدا انا وانا شوفوا حالتي انا وانا شوفوا حالتي راه شادك انا بعدا كنغني وتزين وخالتي تلخبوا لي حبيبي لا لا تلوحي لا لا تلوحي لا لا تلوحي لا ما تلوحيش الى الى محترمه جدا ايوا انت تتبروزيتي ما بقيتيش غتنمري عليا وليت انا وياك نفس اللوين فكرتيني غير فواحد السكيري عيرت واحد الوحده قالت لي سيري يا السكيري قال لي انا غدا غنصبح ساحي كيتك انت هي اللي غتبقى خايبه زوينه هادي ناري ديك النكته اللي عاودت لي صاحبتي قتلاتني بالضحكه ويلي قال لها كيتك انت اما انا غدا نصبح ساحي كيفاش زعما انا غنبقى كحلويه غتبياض زعما انا اصلا كحله ناري ودي الدمدومه يا الحماره ديما كيحشولك الهضره ما كنتي ما كتجيبي يلا طلعت معاها اصبر معكم شابه شجو انا اليوم جيت عند ماما وبابا توري مرحبا بنتي الله يكرمك احسن بنت في العالم امين يا ربي بارك الله فيك باين عندي راسي كنبكي باش نشوف واش غيجيو روني نكور ولا لا السبيطار اختنا وحق الله ريت السبيطار بالله خاصني ندير شي بكيه زوينه شي البور واخا تموتي كاع ما يجيو يصبروك مازال العرب كيجيو كيبغيو يدخلوا لك في حياتك كامله وين اختي مالكي مالكي كتبكي ياك لاباس مسكينه واش ضربك راجلك صاحبك باك جرى عليك باك موك ما انا معاك الكور كيدوزو كيشوفو فك كيديرو راسهم كاع ما شافوك ولاد الحرام والو ما يصبروكش المغاربه راه دغيا تبرق في حداك وحده تتعرف ساسكو راسك من ا تي زيرو دغيا كتقشعك تتقول لك اشنو كاين سططططططط كتحطك التاريخ ما كتمشي حتى كتعرفك امتى تزاديتي وفين ساكنه ومع من تخاصمتي وداك وكتعطيك الحل ما كتديك معاه كاع تباتي باش تكملي الا كانت مزروبه تتقول لك زيدي اختي زيدي معايا للدار ترتاحي واخا تشربي عميها وكاس ديال اتاي باش تمشي تكملي لا ريستوار هنا يلا ما يعقلوا عليك الله يعطيهم غباره واحد شاف فيا وقال لمرتو شوفي يعطيه العمى وما جاش يصبرني لا ولا وراه كيدوزو كيتفرجو كيكملو الطريق ناري اختي على المغاربه فيهم الاحليه وحق صدي ربي الى العرب ديالنا فيهم الحنان وكيوقفوا معاك الجن العاشق كون كان انسان واش يلا نفيقنا من النعاس ولا شنو فهمت والو كيبان بحال قلا كان الناس وفيقوا من الناس ماشي ديال الطقوس هاد كنا جالسين عيوب راني واحد الفيديو ديال واحد البنت كانت خارجه في الزنقه دابا يكون كلشي شاف الفيديو وجمعوا ليها البراش وبقاو كي قربوا ليها وهزوا ليها الصايه ديالها والحقره باينه سبحان الله يلا غدا كنا يا غدا البارح ويلي غدا بارح كنا كنهضروا على هاد البلانيت حيت قلت لها حاجه صراحه الوحيده فاش بقيت نبرص في المغرب باش كنا ساكنين تما هاد الاكسبيريونس حال الاكسبيريونس الحمد لله ما عمرها ماشي واحد ما قيسني ولكن شحال من مره تاباني واحد شحال من مره مورايا كيغوت عليا واحد شحال من مره تبرزيت وسكتو دراي صغار انا ما فهمتوش حيت اش دراي صغار كيتشو كيدخل في الدار كيلقى بتهرمين وكاسين ظريفين فهمتي راه غير شي حاجه كتبقى بلا كيكون خارج الزنقه كيحسب راسو بحال انونيمس ما عارف شنو واقع ولكن جاني صعيب بزاف باش نشوف هاد الفيديو ونشوف شحال الناس كاينين واقفين اللي ما دخلوش عاونوها هذا حاجه كنت كنتسنى انا بزاف منين كتبقى ليا بحال هكاك كنت كنتسنى شي واحد يجي يعتقني وانا عاقله واحد المره شي واحد كان تابعني عرفتي شحال شي 15 دقائق انا كنت مشاه ماكل ديالي هو تابعني وشافوني شحال من الناس وما عاونوش هو كيغوت عليا وديما غادي موراي اختي غير سمحي لينا حنا مجتمعات العالم ثاني باقيين ما كنعرفوش نربيو ولادنا اسمحي لينا
ما ضحكتني غير وحده اللي كان معايا طول البوليس وعرفت شدو تنسلخو في الكوميساريه وقبل هي عقوبه كنسحب راسي نمشي للخيريه غنضر انا انت اللي غضر قلت نشوفك عدويا شوف الحي عم في اللايف هادي كتحدى كلشي يا صاحبي هادي والله كتحدى كلشي ومازال زايده في زعما راه ما مسوقاش فيه ولا عجبكم ضحكوا كاع نتوما ولدي هذاك نقتلو كاع انا هو دار ليا فين هضر فين يهضروا دابا واش انت عدويا واش انا ولد عدويا ولا ولا قوة الا بالله واش انا ولد عدويا من كرشي واش انا ولد عدويا ولد كرشي نقتلو نذبحو ندير الخيريه اللي قبلكم وماشي سرقكم هاه عمرو يبان في اليوتيوب صافي غنولي نبين غير يتاج وامير وهاد اموري اللي غيخرج بنتي ما خلاوش اللي ما خطبوهاش خطبوها من المانيا خطبوها من هولندا خطبوها من بلجيكا خطبوها من اسبانيا من فرنسا من سويسرا اوروبا كامله خطبتها ما كاينش الدوله اللي ما خطبوهاش 10 و15 و2 و10 هما من المغرب ما نقولكمش ماشي في اليوتيوب تعيطوا لنا ومن سميتو من كوريا ومن كوريا ومن كوريا وقسم بالله الا من كوريا هذيك اللي من كوريا قسم بالله قالت لي الصداق ديالها دار صداقه غنشري لها دار وهي راه باقا ولا كد ولا كذبت هي باقا انا كيبان لي واقيلا خطبها الاتحاد الاوروبي كله وسميتو الاتحاد الاسيوي حتى هو كله تفرج فينا دائما ولدها كوري وما بغاتليش قالت لي قسم بالله الا المهر ديالها الا دار وشريها شي بنتي باغي تزوج غير هنا وداك الشيء الاخر خليه ما نهضروش عليه فهمتي هم بلياش قالت لي شوف انا ما بغيتش نتزوج من بعد على امي ابدا وما خصنيش لي لاباس انا خصني نتزوج بواحد دريوش بحالي اما غادي نتزوج به لاباس عليه ونتعذب في حياتي ما عندي ما ندير به ولا نمشي لفرنسا شربتو عليها شربت عليها وهي كتسمع عنده غا مو يمتوب عنده مو بو شربت عليها قلت لها ما إيه مجوج خوتو كلشي مجوج كلشي مجوج ايوا مو ايوا مو بو راوش انا شربت عليها شرط وشربت عليها انا وياها كانك واحد النهار غتمشي وغادي تقولي لي انا تا شفت نقولوا ماشي تا نجاملكم ولا تنخاف من شي واحد باش ما يحسني حتى شي واحد وهي براسها هي كتسمع هي قاعده ها العربيه ها ما الا كذا تقولي لي كذاب قلت لها انا واحد النهار غتجي تقولي لي ما غنعيش مع العجوزه ما غنعيش مع الشيخ هادي راه سي فين هادي سي بريميا انك ما كنتي عايشه معايا غتعيشي مع ديك الام وديك الاب حتى هو مع والديك شو مكتاب اقسم بالله نهار جاوني الخط والله قلت له اقسم بالله تنواعدك انك تقولي لي واحد النهار تجي تقولي لي با وعائله درويشه انك تجي تقولي لي با راه ما غنعيش معاهم راه في ديك الرفتان وان واحد النهار تجي تقولي لي با قلت لها شنو بغيتي هاد الناس اللي بغيتهم واحد النهار تجي تقولي لي با هاد الناس داروا لي صلوا لي راك ما تدخلش للدار عندي راه غنرجعك لدارك هكا بهاد الحرف هادي هنا فاس واحد جاوني الناس من فاس نهار واحد النهار اللي جاو هما جاو واحد الناس اخرين من فاس بغاو يخطبوا في نهار واحد هادو غير اخترت الراسة اخترت الراسة اخترت هي اللي بغات في السنة نقولوا ولد صاحبها راه لا ما نقولوش دابا خلي دابا هذا الشيء هذا صاحبك ولا ماشي صاحبك حتى يشوفوه ان شاء الله من بعد حتى من بعد غيعرفوا كلشي ان شاء الله هادي راه ماشي سلوكية راه دو بين مانات انا الخوت نكون وصلنا لاخر الفيديو الا كنتم الابطال وبقيتوا حتى لهاد الدقيقة هادي ما تنساوش تخليو لي معكم شي لايك للفيديو بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم تاكدوا بانكم مشتركين في القناة فعلين معكم هذاك الجرس باش الى كانت شي حاجة جديدة توصلكم نتوما الاولين تفاعلوا الخوت مع الفيديو خليو لي التعليق الزوينة ديالكم تهلاو في راسكم تهلاو في وليدكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر السلام عليكم